معنا سي اسكندر الفاسي خاطر نحبوا نعرفوا بعد ما تعيش المباراه شنو البرنامج تاع الترجي الرياضي التونسي من الغدوه باش نرجعوا للنزل باش نعملوا كيف ريونيو مع الدعبيه باش نركزوا على نفس البرنامج غدوه كيف كيف معناها اجتماع فني وبعد مباراه الساعه 4 ان شاء الله اللاعبين يكونوا جاهزين على المستوى الذهني باش يقوموا معناها بالواجب نتاعهم. اون فاي سي دو لي فير ريكوبيري غدوه سترايف سون سبيك مي البروبليم سي باش يقولوا لنا 4 ان شاء الله ان شاء الله معناها الرابطه تاخذ بعين الاعتبار الشيء هذايا ويا اما توخر مباراه يا اما اسكو السكروت شعب بالنسبه للتشكيله غدوه. والله فيصل ما ثماش مؤشرات تاع تغيير لانه احنا التركيبه نتاعنا معناها على مستوى الهجوم والدفاع والوسط معناها من اسبوع تقريبا يا بادريزون باش معناها 24 ساعه نغيروا. صحيح انه ثم ممكن ملاعبيه معناها يسترجعوا اكثر نفسهم كيما عاوزين ديما لكن باش تبقى التشكيله هي ان شاء الله بالنسبه للغدوه.